متابعينا الكرام ان في حاله من حالات الحزن الشديد على وجوه كل الناس. ايوه في الاطفال هنا تعبانه، والست الكبيره الحاجه الكبيره والزوجه والزوج وكل الناس تعبانين. هنروح بس نعرف منهم التفاصيل ونعرف منهم هم تعبانين من ايه ونعرف منهم طلبات ايه. مالك يا حاجه؟ مالك يا حاجه في ايه؟ تعبانه بقالي سنتين. ليه بقى؟ مالك انا اكل عيشي دي المحلات اللي باكل منها انا وعيالي عيالي دول، في عيال تانيه في البيت. ايوه اربع اسر معاهم عيال بياكلوا منها. مش قادره اخش من البلطجي هو واخوات ولاد عمه، الشارع مش السوق، الشارع كله. انت ليكي محلات هناك؟ خمس محلات. ليكي خمس محلات؟ خمس محلات. مش قادره شقيت انت وعيالك عقبال ما تجيبيهم؟ شقيت شقايق يعني رزق حلال. وشقة جبتهم وبعنا في البلد وبعنا هنا على ما اشتريناه، وكنت ببات في الشارع. بتباتي في الشارع؟ كنت ببات. تبيع الطماطمايه على القطايه؟ كنت ببيع قوطه وخضار، وبعت قصب وبعت عصير تمره على الشارع، وبعت ورق عنب وبعت كرنب. طب ايه اللي حصل؟ خايفين يعني ايه اللي حصل؟ كله بالحلال. بعت كل حاجه. هم بيتاجروا في المخدرات وبتاع المخدرات وبيتجروا في حبه الخضار. برطاجي لا ياخد مني المحل بالعافيه في بيتي لا بلاش. اخوه برضه ساكن في الشقه فوق ولا بيدفع ايجار ولا حاجه، واخدها بلطجه برضه. بلطجه؟ واخدها بلطجه، عامل عقد مزور. برضه معاهم محل فراخ واخدين عقد مزور خليجي طلع لك محله الاصلي. وانا عندي بلطجه، عايز مني محل بالعافيه. ورحنا ووصلنا لعند ضابط المباحث هو وابنه وحكم عليه ب 600,000 والله يشتري بعد 5 شهور. وكل ما الساكن يخش الشقه يعزلوه. حزب الله ونعم الوكيل. بص كان معايا ومعايا عيال تاني اربع اسر. حزب الله ونعم الوكيل بياكلوا منه. اربع اسر ماليش معاش وماليش اكل. اربع اسر انا عايزه الحكومه تحميني. طيب بعضيكم ما كانش في حاجه من ساعه ما كان جاي ياخد المحل ولا عمرنا حصل احنا وهو مشكله دي. ايوه حاجه قولي. سلمت امري لله. طيب سلمت امري لله. كان في عداوه بينكم ما بين بعضيكم في الاول؟ عمرها ما حصلت عداوه من ساعه الطمع، من ساعه البيت عايزين ياخدوا عافيه. طب اشتروه. قالوا نشتري مش راضيين يدفعوا، عايزينه ببلاش. طب يشتروا وانا بحرم وانا اخد حته ثانيه اكل عيش انا وعيالي. مش عايزه السوق، مش عايزه فرشه عشان انا خايفه على اولادي. انت بقالك كام سنه في الفرشه؟ انا كنت في السوق. انا ليا 40 سنه بس ليا 5 سنين شاريه. 40 سنه في السوق. انا كنت بنام في السوق لو سالت عليا تلاقيني كنت ببات في السوق. بتنامي فيه؟ كنت بقى ليا فرش بره على الشارع فاكهه ما اقدرش افش بره على الشارع. تاكل عيش؟ كنت بنام فيه. ما لناش اكل عيش، عشنا بالحلال. بطلع من بيتي من الساعه 1 بالليل الساعه 3 اجي المغرب. عملنا بشقانا وتعبنا. اكشف عليه هو وشوفه، هتلاقيهم اساسهم حراميهم مخدرات. احنا طيب. بس اكشف على جوزي اللي مات الله يرحمه، هتلاقي عمره ما راح الاسم. طول عمره شقيان. باين عليك ست غلبانه وطيبه. بياكلها بالحلال. قول لي اروح فين؟ انا ماليش معاش، عشان عايزه الحكومه تحميني. وبقول يا رب يا رب وقف لحد ابن حلال. حزب الله ونعم الوكيل. باذن الله يا حاج. باذن الله يا حاج. انا عايز اكل عيال بالحلال. انا خايف على عيالي. انا خايف على عيالي. خايف على عيالي. طيب برضه علينا عمل البنت المحضر وجالها شهر حبس ابن شهر من غير ما تشوفها. والله العظيم كتاب ربنا اللي حاسبنا عليه الموقف العظيم. ابني ما يعرف بنته شكلها ولا بنت شافتها. في صورة هنا متداولة. ليه؟ لا ما مش هنقدر نعرضها معلش. أي بس مش هنقدر نعرضها. أنا خايفة على بنتي. ما أقدرش أخش الشارع، ما أقدرش أخش السوق، ما أقدرش أروح أجيب كيلو بطاطس لعيالي. ليه؟ يضربوني. وعبد الرحيم ده مرة جابني من السوق، وأبو عمار جابني من السوق، وروحوني لما اتلم هاني وإخواته ومراته عليا في السوق. دول جابوني وروحوني لحد هنا. قلت لهم طب عيالي ما تعرفش، بس الموضوع طول عرفهم. اعمل ايه؟ حزب الله مش هقدر اخش. والله العظيم ما بقدر اخش السوق. والله العظيم ليا 40 سنه كنت بقعد في السوق بنام. اتحرمت منه، اتحرمت من السوق، اتحرمت اخش اشتري 2 كيلو من وعبة 2 كيلو بطاطس. ما اقدر ببعت اي واحده في الشارع تشتري، ولو عرفت تشتري لام احمد بيضربها ما تخش. اي واحده نطقت اسمي في السوق انا يرجع بيضربها هو واخواته وامه. والله من غير ذكر اسامي معلش انا اتحفظ. انا عارف يا حاجه بتقول الحقيقه. والله العظيم الحقيقه. والله ربنا يحاسبني علي يوم ما ابقى. بقول يا رب وقف لي حد ابن حلال يا رب. بطلني وبرجع بقول حزب الله. حزب الله ونعم الوكيل. بنت طيب ايه اللي حصل بقى؟ ايه اللي حصل منك انت؟ رفع عليا السكينه. ايوه. بقول له ليه؟ بيقول لي عاوز المحل منكم. رفع على واحده ست السكينه. طلبت الحكومه ساعتها ورحت قدام وكيل النيابه قال لي ما تصلحيش معايا، ده بلطجي، انت لو صلحت هيلعب بيك الكوره مش هيسيبك. هي دي الحقيقه. وهي دي الحقيقه. هو ده اللي حصل. يا ريتني كنت سمعت كلامه. يا ريت. ودلوقتي عاوزه الحكومه تحمينا. ناكل عيالنا دي منين؟ احنا دي تاني سنه.
ده جاب اخته من الخصوص قعدها كمان قدام البيت، يعني مش مكفيه هو واخواته الاربعه، جاب اخته كمان كده عايز ياخد البيت، يعني خده خلاص خده. اخته قال امه قالت فين اثبات ملكيتك للبيت؟ فين؟ معانا معاك العقد. معاك العقد يا حاج، معايا العقد الارسمي.